بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ النهاردة يا جماعة في موضوع الجزء، هندخل النهاردة في الفلات سلاب، بس كان في جزء متبقي مننا اللي هو تفاصيل التسليح بتاعة الهولو بلوك. النهاردة بنشرح مثال عن تفاصيل التسليح للهولو بلوك سلاب، تفاصيل تسليح الوان واي والهولو الوان واي والتو واي. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للوان واي والتو واي، الاتنين ما فرقش حاجة عن بعض باختلاف حاجة واحدة بس، اللي هي ان التو واي التسليح بيمشي في افقي وفي الرأسي في اكس وفي واي، اما الوان واي التسليح بيمشي بس في ايه، في اتجاه واحد بس. يبقى الوان واي التسليح بيمشي في اتجاه واحد، طب التو واي التسليح بيمشي في اتجاهين. طب تعالى كده مثلا عايزين نفهم مع بعض تسليح الوان واي، ما هو اللي يفهم الوان واي هيفهم التو واي. طب تعالى كده في البلاطة ديت مسألة الكتاب كده، عندنا الأعصب ماشي كده اهو، مرتكز على كاميرا على اليمين، ومرتكز على الهيدن بيم دي، ومرتكز على مين، على الكاميرا اللي على الشمال. فالعزم في الوسط هنا عزم ايه، عزم سفلي موجب، وهنا عزم سفلي ايه، موجب. طيب بالنسبة للتسليح اللي بيطلع بقول له ايه، بقول له ايه، بعمل سيخ كده اهو حتة واحدة كده، وقدامي حاجة من الاتنين، السيخ اللي من اول حد الاخر بقول ايه، دولت السيخ اللي بيطلع في الرب ده انا برسمه، بقول ايه 2 فاي 18 على الرب. طب واحد يقول لي ايه، طب ما انا هعمل سيخ واحد ده اول لحد الاخر كده، طب ما مش اقتصادي، بس ده المفضل. ده الافضل في الهولو بلوك، ان انت تعمل السيخ من اول لحد الاخر وتعمله لي سيخين فاي 18. طب الناحيه التانية اقتصاديه، الكود بيقول لي ايه بقى، الكود بيقول لي سيب من يمه الصفر من وش الكاميرا اللي لازم العزم بتاعها بصفر واحد من عشرة، وسيب من جوه هنا من العزم السالب بوينت 0.15L، يبقى الباقي يبقى تحط السيخ التاني، يبقى سيخ طويل وسيخ قصير. طب الراجل اللي في الامتحان بدل ما يجيب سيخ ويحط ويقطع سيخ، عملهم سيخ واحد حتة واحدة، وبدل ما يكتب ده 1 فاي 18 كتبه لي 2 فاي 18، صح 100%، وده اللي احنا بنشتغل بيه وده الافضل. طب الكود بيقول لك ايه، الكود بيقول لك لو امكن انك تقطع هتقطع، هتسيب سيخ مكمل والسيخ التاني تقطعه، والتقطيع ديت ايه 1 من 10 من هنا وبوينت 1.5 من هنا. طب لو انا ما قطعتش يبقى انت كده ايه، شلت الكود على دماغك واحترمت الدنيا وكده تمام 100%. طيب يبقى انا كده خلاص التسليح السفلي في النص هنا وفي النص هنا، لو تلاحظ الجنشر فوق هنا وهنا عشان يقولك ده تسليح سفلي، ده الجنشر فوق وده الجنشر فوق. طب تعالى بقى التسليح العلوي، التسليح العلوي موجود فين، عند نيجاتيف مومنت هنا، ده اللي احنا عملناه اهوت. شوف قالك 2 فاي 18 للرب، هنا بقى ما قطعش جاب السيخ حته واحده، في مشكله؟ لا مفيش مشكله خالص. طيب اتحرك كام، التلت والتلت، او في ناس تقول لك ايه هعتبرها بلاطه فتحرك الربع والربع، ما فيش مشكله، عايز تحرك التلت ماشي، عايز تحرك الربع ماشي، ما فيش مشكله، لان في ناس تعتبرها كانها بلاطه، فتحرك من ال على 3 وهنا ال على 3 وتحط لي 2 فاي كام، 2 فاي 18. 2 فاي 18 للمتر ولا ايه؟ لا نقول 2 فاي 18 للرب الواحد، العصب الواحد. طب ده كلام سليم. طب فين العزم السالب تاني، العزم السالب اللي هو دبليو ال 4 على 24، فاكرينه اهو، يعمل كام، يعمل 2 فاي 12 للرب الواحد. طب مسافه قد ايه، قال لك 1 متر تقريبا او 2 من 10 من ايه، من الطول، 20% من الطول. طب تعالى ده برضو نفس النظام، 2 فاي 12 للرب، اتحرك مسافه قد ايه من الوش او من السنتر، قال لك اتحرك تقريبا 2 من 10 من قيمه ايه، ال ال، ما تقلش عن 1 متر. طيب ده كلام سليم. طب شوف التسليح اللي ماشي كده اهو، ده التسليح ماشي في الاتجاه الافقي ده كده ليه، لان العصب اساسا زي ما احنا شايفين ماشي في الاتجاه الواحد، العصب ماشي في الاتجاه الايه، الواحد ده كده بالشكل ده كده اهو، ده كلام سليم. طيب يقوم واحد يقول لي ايه، طب افرض لو انا عندي تو واي هولو بلوك اعمل ايه، ولا هتعمل حاجه خالص، شايف اللي انت عملته التسليح ده كده بغض النظر عن قيم التسليح، هتعمل في الاتجاه ده كده، ده الاتجاه ده كله، الاتجاه ده كله بتاع التسليح اللي ماشي في العصب الواحد. طيب اللي ماشي في الاتجاه الرأسي ده كده زي توي هولو بلوك سلاب، هتعمل ايه، هتعمل نفس التسليح بس ماشي في الاتجاه الايه، ماشي في الاتجاه التاني على انها توي هولو بلوك سلاب. طب تعالى بقى نشوف الايه، الاعصاب، التسليح الاعصاب، هاخد مثلا سيكشن كده اهو، قاطع في الاعصاب، هقطع في الاعصاب بالشكل ده كده،
طب تعالوا نرسم اللاي اوت. اللاي اوت يقول لي ايه؟ كروس سكشن، ادي خط فوق، ده السقف من فوق، وبنزل تحت موازي له مسافة كامل اتش. فاكرين الاتش؟ اسف، فاكرين التي اللي كانت بتساوي الاتش اللي هي في مسألة، بكام؟ التي كلها اللي هي ب 350، من ضمنها 100 ملي البلاطة اللي من فوق، ومن ضمنها كام؟ 250 مني ملي اللي هي الاتش. طب وبعد كده بعمل ايه؟ بمشي كده، اهوت، ده مسافة اللي هي 400 ملي متر، وبعمل العصب بتاعي اللي هو كام؟ من هنا ومن هنا 120 ملي متر بالشكل ده كده اهو. طيب احط بقى تستاهل العصب، السيخين بتوع العصب، مش انت قلت لي العصب فيه كام سيخ؟ تقوم انت تقول لي مفيش الا سيخين اتنين بس. طب فرضا لو انا سمك السقف زاد، عملت مدرج مثلا، المدرج ده حوالي 15 في 15، او مثلا 12 في 12، فبالتالي سمك السقف مثلا بقى 60 سنتي، 600 مللي، اعملهم ازاي؟ اعالجهم ازاي؟ يوم واحد يقول لي ال 600 مللي دولت احط بلوكتين على بعض وازود في سمك الايه؟ البلاطه، او احط 3 بلوكات على بعض، تمام؟ وازود في سمك الايه؟ البلاطه. طب بلوكتين يعني كام؟ يعني 250 و250 500، وسمك البلاطه كام؟ 10 سنتي، ده كلام سليم. وفي الحاله دي بقى التسليح ممكن يطلع 4 سيخ، احطهم ازاي؟ قال لك ما لا يجوز غير سيخين اتنين في الصفه الواحده، يعني هعمل صفه واحده ادي سيخ وادي التاني، واطلع فوق واحط سيخ واتنين، يبقى كده سيخين، يبقى كده 4 سيخ، 4 سيخ متوزعين على صفين، الصفه الواحده فيها سيخين، ده كلام سليم. طب تعالى بقى على الكنه اللي محوطاهم دي، كنه غريبه بيسموها ايه؟ كان على شكل حرف يو، بيسموها كنه شنب، بالشكل ده كده اهو. الكنه دي لها جنش من هنا وجنش من هنا، ومش بتكمل لحد فوق، ما بتكملش لحد فوق، تمام؟ طيب وبعد كده التسليح بيقول لك في النص هنا، في الطرف ده بيحط سيخ، وبعد نص بشويه بيحط سيخ، ويجي على اللي جنبيه في النص حته، في الطرف يحط سيخ، وبعد نص شويه بيحط ايه؟ سيخ تاني. يبقى كله على بعضه كام سيخ؟ حوالي 4 سياخ في 10. طب الناس المقاولين يعملوا ايه؟ يعمل لك الاربعه في 10. اولا ايه فايده التسليح ده يا جماعه؟ الشبكه اللي فوق دي، الشبكه دي اصلا شايله حاجه؟ تقوم انت تقول لي لا مش شايل حاجه خالص، ده اللي شايل كله العصب. طب انت بتحطها ليه؟ لان لازم احطها عشان خاطر لو ما حطيتهاش الخرسانه دي هتشرخ، فبتحط شبكه عيره كده عشان خاطر تخلي الخرسانه ما تشرخش. فاكرين انت عاملين زي ايه لما بنعمل في الردم في الدور الارضي، وبعد ما بعمل الردم بحط دكه من الخرسانه، طب الخرسانه دي لو حطيتها على الشرب على طول على الردم هتشرخ، فعشان ما تشرخش بعمل ايه؟ بعمل شبكه من الخرسان، شبكه اسف من الحديد، او ده نفس الكلام. طيب بص الناس الحديدين في الموقع يقول لك ايه؟ يقول لك انا لسه هعمل سيخ واحط سيخ، فتكتبها على بعضها كلها كام؟ تعمل شبكه كده اهو، دائريه كده اهو بالشكل ده كده، تعمل مش من 5 سيخ في 10. الدايره دي بتاعت ايه؟ التسليح ده بتاع ايه؟ الراجل الحداد عارف ان التسليح ده كده اصلا تسليح الايه؟ الشبكه اللي فوق البلوكات مباشره. طيب يا 4 سيخ في 10 يا 5 في 10، لان حته ال 4 في 10 مش متدرجه في السوق شويه. يا عم ده انت عامل في النص سيخ، هنا سيخ، وفي الطرف ده سيخ، ايه اللي خلاهم في 5 في 10؟ اقول لك والله هو الناس اللي اتعودت كده 5 في 10. طب لو انا كتبت ديت 4 في 10 على المتر الطولي في الاتجاهين، ما فيش حد يقول لك مشكله خالص، ما فيش مشكله، لان اصلا الكود بيقول لك حط هنا سيخ وسيب بعد نص بشويه وحط ايه؟ سيخ تاني. طيب والدايمنشن زي ما احنا عارفين ابعاد القطاع، ده كده كله تي، وده كده سمك السقف، وده كده الاتش. طب تعالى بقى واحد يقول لي يا عم ده انا عندي هنا في كروس سكشن هنا اهو، بالشكل ده كده، او في كروس سكشن هنا عشان انقطع في الكاميرا الساقطه وفي السوليد بارت وفي ايه؟ البلوكات. تعالى نرسم القطاع ده كده اللي هو سكشن كام بي بي، شكله عامل ازاي السكشن ده يا جماعه؟ يوم واحد يقول لي ايه؟ انت اساسا وانت بترسم الكاميرا، الدائري كده اهوت، المفروض ان في فراغ كده اهو حوالين ده كده، حوالين البلوكات، دي كده على اليمين، ما بين البلوك وبين كش الكاميرا حاجه صغيره دي كده، اسمها ايه يا ريس؟ اسمها السوليد بارت. فين السوليد بارت؟ اهي يا معلم اهو، ده السوليد بارت اهو بالشكل ده كده. سوليد بارت عمقه قد ايه؟ عمقه اللي هي التي
نفس القصة بالظبط، لأن الراجل اللي واقف تحت السقف ده كده مفيش حتة عالية وحتة واطية، هو كله سقف بسوي واحد. نرجع تاني، بتحرك هنا مسافة الإكس مينيموم اللي هي بينه وبينك عشان تريح نفسك في الامتحان. أنا كاتب لك في الكتاب إكس مينيموم بتلاتة من عشرة، والباشمهندس قال لك برضه إيه في السكشن تلاتة من عشرة. أقول لك جملة كده بينه وبينك خليها كام؟ خدها أنت بنص متر عشان تريح نفسك وخلاص، وهتسافر معاك في كل حاجة. طيب اتحركت من نص الكاميرا ده، اتحركت نص متر تقريبا. طب ما تقلش عن كام؟ ما تقلش عن نص متر، تزيد بس ما تقلش. طيب على حسب، بحيث انها تدي لك في الاخر عدد صح من البلوكات. البلوكة ده 40 سنتي، ودي كده كام؟ 120 مللي، 40 سنتي و12 سنتي. طيب ما في الاخر عمرها ما تبقى 50 سنتي، هتبقى ديت كام؟ تبقى 55. مفيش مشكله، تبقى 55، تبقى 57. انما تبقى 49 ونص، لا ما تقلش عن نص متر اللي انت ايه مصمم عليه. ده كلام سليم. ليه نص متر؟ لان انت اصلا في الحسابات قال ان الاكس مينيموم نص متر. والله لو واحد جنبك في الامتحان وقال الاكس مينيموم ب 3 من 10 ومسيف، خلاص يبقى الراجل في الموقع مش هيقلل عن الصوره برضه عن كام؟ عن 3 من 10. وبعد كده بيرسم الاعصاب هنا اهو والبلوكات زي ما احنا شرحناه دلوقتي من شويه. اللي جد عندي هنا ايه؟ السوليد بارت ده، والسوليد بارت نفس العمق بتاع التي ومسافه كام اكس. طيب بعدين بيعمل ايه بقى الراجل ده كده؟ بيحط الكانه بتاعت الكاميرا اهي بالشكل ده كده، ويعمل كانه مدفونه هنا اهو بالشكل ده، يعمل كانتين على بعض. طب وبعدين يعمل ايه بعد كده؟ بيحط هنا سيخ وهنا سيخ وهنا سيخ وهنا سيخ بالشكل ده كده، وبعد كده هنا سيخ وهنا سيخ، بس كده خلاص ده السوليد بارت. طب دلوقتي فرضا جدلا الواحد خد السوليد بارت ب 60 سنتي ب 50 سنتي، هتبص تلاقي دي كبيره شويه، السوليد بارت كبير شويه، فبالتالي هيعمل ايه؟ هيضطر يعمل كانه في النص كده. طب الكانه دي يا جماعه كل قد ايه؟ اقول لك يا سيدي الفاضل، لو اقول لك على حسب الفروع، بحيث ان ما بين كل كانه والتانيه الفرع والفرع التاني من حوالي ما يزيدش عن 25 سنتي، 250 من 25 سنتي. بمعنى ان انا لو لقيت الطرف الطاير ده كده اهو نص متر، ابص الاقي ايه؟ انت بتعمل الكانه المحيطه اللي بره دي كده اهو، ده في الاول كلام سليم. طب لو جيت حسبت من هنا من وش الكاميرا لحد اخر السوليد بارت، على اعتبار ان السوليد بارت نص متر، هتبص تلاقي الحته اللي جوه ديت في ازمه من 25 سنت. اعمل ايه؟ تعمل كانه كده اهو فرعين، بحيث لما تعد الفرع ده والفرع اللي جنبيه والفرع اللي بعديه، اي فرع والتاني ما يزيدش عن كام يا ريس؟ عن 25 سنت. ده كلام سليم. وبعد كده يبقى ده كده تسليح الكاميرا، وده تسليح الهولو بلوك زي ما احنا قلنا من شويه. طب جدلا انا لقيت هنا في النص كاميرا ساقطه، كاميرا ايه؟ ساقطه بالشكل ده كده. ايه اللي هيجد عندي؟ اللي هيجد عندي ان الكاميرا الساقطه اهيت في صوره بارت شمال وفي صوره بارت يمين اهو، والرب مش طوال، وقطع فين في الرب مش طوال؟ هيظهر عندي ايه؟ الاتنين فاي 18. طيب قطعين دول كافيين؟ قطعين دول كافيين جدا، قطع في النص وقطع فين؟ في الطرف بالشكل ده كده. طيب دلوقتي انا برسم في الامتحان البلوكات، ارسم لي 3 4 بلوكات نهوت وما تكملش، بس لازم اكون عارف ان البلوك من هنا لحد هنا تكتب لي جنبها كام لو وان ويت، تقوم تقول لي البلوك عرضه 40 سنتي. كنت بيقول لي يعني ما يزيدش عن 70، وانا الطوب الاسمنت في مصر 40 سنتي، يبقى 40 سنتي. وتكتب لي برضو البعد الرب، عمق الرب، لازم اشوفها في الامتحان، لازم اشوفها في السؤال بالاجابه بتاعتك، اشوفها فين؟ يا اما تحطها لي على البلنده كده، يا اما تحطها لي فين؟ في الحته دي 120 مللي. ده الراجل ده كده فاهم، الراجل ده كويس كده. طب اعمل الصفه دي كلها؟ لا ما تضيعش وقت في الامتحان، ارسم لي بس كده ايه؟ الحته دي كده اهو، ثلاث اربع بلوكات جنب بعض، بحيث ان انا اعرف السوليد بارت مسافته قد ايه؟ والبلوك مسافتها قد ايه؟ والرب مسافتها قد ايه؟ وخلاص، وانت بعدين يبقى انت كده ايه؟ الراجل اللي هيرصص عارف الكلام ماشي ازاي. ده باختصار الوان واي هولو بلوك. طب التو واي ايه اللي جد جديد عندي في التو واي من المره المليون بقولها اهوت؟ ان التو واي ان هي الوان واي كان فيها تسليح ماشي كده، تسليح سفلي اللي هو 2 في 18 و2 في 18 و2 في 18 فوق و2 12 و2 12. طيب
ده الوان واي. انما التو واي بقى التسليح اللي انت عملته هنا هتعمله برضو ايه في الاتجاه التاني نفس الايه الشكل، بس على اختلاف القيم على حسب التصميم يطلع عندك. في الاخر بتعمل الشبكه ديت 5 في 10 بتاعت ال 5 في 10 او ال 4 في 10 اللي هو التسليح اللي فوق الايه البلوكات دي كده. طيب كاتب لي هنا رقم هنا انا مش عارف بتاع ايه، مكتوب 350 وتحتها 250 زائد 100، متوقع ده يا جماعه بتاعت ايه ديت؟ كاتب لي المربع ده كده، دي 350 وتحتها 250 زائد 100 بتاعت ايه؟ تقوم انت تقول لي دي ديت ملهاش حل غير ان ايه؟ ان هو عايز يقول لي الابعاد بتاعتي، عايز يقول لي من فوق لحد تحت 350 زائد 100 اللي هي بتاعت البلاطه زائد ال 250 اللي هي بتاعت ايه؟ ارتفاع البلوك. طيب دي تفاصيل التسليح يا شباب كده، ولو في اي حد عنده اي استفسار انا تحت امركم. نخش بقى في الجزء الثاني اللي هو الفلات سلاب. بالنسبه للفلات سلاب، طبعا الفلات سلاب ديت من الجزء اللي ايه جزء مهم جدا جدا، في تقريبا ما فيش بيت بيخلو عندنا من الفلات سلاب. طب الفلات سلاب باختصار شديد عباره عن ايه يا جماعه؟ عباره عن بلاطه لا كماريه، بلاطه مسطح. قلت قبل كده طب ايه الفرق؟ ما انا ممكن اعمل سوليد سلاب، ممكن اعمل السوليد سلاب فلات. ازاي؟ ان السوليد سلاب كان عباره فيها كمرات، بس الكمرات عملها هيدن، اصبح ده اللي انا بقوله ده دي فلات ودي فلات، بس اللي انا بدرسها ديت بيسموها ايه؟ بيسموها نون بيمد سلاب. يعني ايه؟ يعني بلاطه من غير كمرات، لا مدفونه ولا ساقطه. انما اللي في سنه تانية مدني خدناها ايه؟ كان اسمها سوليد سلاب، فيها بلاطات بس الكمرات بتاعتها ايه؟ ساقط. طب واحد جت فازلك شويه وقال لك يا عم الكمرات الساقطه ديت انا خليتها ايه؟ على انها مدفونه، بقت اسمها ايه؟ اسمها فلات. اسمها فلات، يعني بلاطه مسطحه. بس كاميرا ولا مش كاميرا؟ كاميرا. طب تعالوا نشوف يا جماعه الفلات سلاب ديت، تمام، لها مزايا ولها عيوب. عايزين نشوف ده تفصيله الفلات سلاب اهوت. ادي سقف عادي جدا ومتشال مباشره على ايه؟ على الاعمده بتاعتي. طيب ساعات لما تكون الاسبان كبير شويه ممكن يحصل ايه عندي؟ ابص الاقي الخطوره عندي ان العمود ده يخرم السقف. معنى ان العمود خرم السقف ان سمك العمود صغير او سمك البلاطه ايه صغير. فعشان نقلل الضغط بنعمل ايه؟ حاجه زي الدروب بانل كده، بنزود سمك السقف في الحته الصغيره ده. طب بزود الدروب بانل دي، بعمل الدروب بانل دي اللي هي المربعه الصغيره ده، بعملها في السقف كله. يعني بزود سمك السقف كله، ما لو زودت سمك السقف كله يبقى انت زودت وزن. امال انت تزود انهي سمك؟ تزود سمك ايه؟ الحته الصغيره اللي فوق العمود اللي هي احنا بنسميها ايه بقى دي؟ الدروب بانل، بالشكل ده كده. طب اي حاجه في الفلات سلاب اهم مزاياها واهم استخدام ليها، مستشفيات بيحبوا قوي يستخدموا الفلات سلاب. ليه؟ لان المستشفيات في مواسير غاز بتعدي، في مواسير اطفاء بتعدي، في مواسير حريق بتعدي، في مواسير كابلات كهرباء بتعدي، واخد بالك؟ ففي في في فتحات بتعدي من الفلات سلاب، فبتبقى تحتاج معامله خاصه يعني. فطبعا لو في كمر ساقط ما بين الكاميرا للكاميرا دي، المواسير دي هتخش ازاي؟ هيفتر يفتح لها في الكاميرا، تبقى مشكله. فاحسن حاجه مفضله لها ان ايه؟ ان تبقى السقف بتاعي مسطح بالشكل ده كده. وطبعا الفلات سلاب لها مزايا كتير جدا جدا، انا ادرسها واحده واحده كده. اهم المزايا في الفلات سلاب انها سيمبل اند فاست فروم فورم ورك. النجارين بيحبوها جدا. ليه؟ لان هيقعد يقط لو لان الفلات بيحط الرئه السفليه بتاعت الخشب بتاعته ويشتغل عادي. اما في السوليد سلاب هيجيب المنشار ويقطع ويعمل الكامر ومش عارف ايه وبتاع، فتبقى رخم عن. اما الفلات سلاب بي 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 بيحط بي بي بيعرق السقف، بيحط العروق على السقف، تمام، على السقف الدور اللي قبل منه، يحط القوايم ويحط الالواح الطوابق ويحط شبكه واحده. طيب الحاجه الثانيه الميزه بتاعتها ان هي ايه؟ عدم وجود الكاميرا، ذا ابسونس، يعني غياب الكاميرات بيسمح ان الارتفاع ماله يبقى كبير، ده شيء طبيعي.
الحاجه اللي بعد كده flexibility of partition location of horizontal surface distribution. بيقول لك ايه ودي بتقابلنا الجمله الثالثه دهيت، بيقول لك ان انت بتعرف تقسم بارتيشن براحتك في اي حته في السقف. يعني السقف ده كده ممكن احط جدار تحت هنا او احط جدار هنا، مش مرخوم انا بقى بكاميرات، مش هتعك الناحيه المعماريه. ودي بيفضلها جدا جدا في المباني السكنيه. يقول لك انا هعمل اول دورين فلات، ليه؟ عشان خاطر يقطع براحته، يحط جدران في اي حته هو عايزها. طيب بعد كده الفينشز كان بي ابلايد دايركتلي وذ ذا اندرنس اوف سلاب. يعني عايز اقول لك ايه، الفينشز التشطيب بيبقى اسهل طبعا، مش ما فيش كمر ساقط المعماريه ما بتبقاش شك يعني. طيب with the panel beam slab larger span or heavy loads can be achieved. عايز يقول لك برضو ان انا ممكن ازود الاسبانات، بس دي برضو فيها كلام كتير شويه، ان ازود الاسبان وممكن اشيل احمال كبيره. يعني ديت عشان نبقى واضحين مع بعض، هي الفلات عمرها ما هتشيل زي البانل دي بيم، مش هتشيل كتير زي البانل دي. بتشيل بتشيل، بس لما يكون عندي مدرج زي في المدرج اللي احنا بندرس تحت منه ده، كنت اعمله فلات؟ مستحيل اعمله فلات، هيبقى سمكه كبير. طب الفلات بيبقى فين؟ في المباني السكنيه، ما بين مس كل عمود للتاني حوالي من 3 ل 4 ل 7 8 متر حد اقصى في الرينج ده كده. طب عيوبها ايه بقى؟ عيوبها ايه؟ ارخم عيب فيها الفتحات اللي موجوده في السقف الفلات سلاب. يعني راجل حب يفتح منور هنا، دي مشكله كبيره جدا في الفلات، هندرسها بقى، هنشوف حلاجها ايه بعدين. بعد كده مهم اول حته ديت، ودي اخطر حته في الفات سلاب، الشير بروفيجن اراوند كولم مي بي كونسيدرد ان كومبليكيشن. الشير يعني ايه؟ عايز يقول لك ان في شير هيطلع من العمود للبلاطه دي من هنا، وفي شير هيطلع من الناحيه اللي هناك، وفي شير على جنب العمود ده من هنا، وفي شير من جنب العمود ده من هنا. الاربع جوانب بتوع العمدان يطلعوا لك شير. بيعملوا لك ايه الشير ده بقى؟ اللي هو البانشنج اللي بيحصل في فاز سلاب، العمود يخرم السقف، ودي مشكله كبيره جدا جدا. طيب الحاجه الثانيه الديفليكشن. طبعا الديفليكشن بيبقى كبير، ليه؟ لان طبعا ما فيش كمر، والسقف سمكه يعني حوالي بتاع 20 30 سم ولا حاجه، فمش هيبقى فعال قوي، تمام؟ فهيبقى في ديفليكشن كبير. طيب الحاجة التانية برضو، الحاجة التانية دروبس مي كوز سام ديستربنس اوف فورم ورك. بص، هي هنا مشكلتنا في فات سلاب برضو هنشوفها بعدين في البانشنج، يعني سهلة الانهيار قوي في ساعة التنفيذ. ليه؟ يعني هنشوف الكلام ده قدام شوية لما ندرس البانشنج. ابص الاقي ده سقف وفي سقف فوق منه، السقف اللي فوق منه ده لما بعمل الشدة الخشبية بحملها على السقف ده كده، اصبح السقف ده شايل ايه؟ شايل نفسه وشايل السقف اللي فوق منه اللي انا بصب، والخرسانه بتبقى فريش. فممكن تعمل لي ايه؟ بتعمل لي حملين على العمود ده كده، فيحصل لي بانشنج بسهوله، فدي مشكله كبيره يعني. ده هنا كده رسم مخطط كده للفلات، ادي بلاطه عاديه بتاعتنا جدا، وعشان خاطر ما يحصلش الاختراق ما بين الكولم للعمود، كنت بعمل حاجه من الاثنين، يا اما بعمل دروب بدل بالشكل ده كده، بزود سمك السقف في الحته دي. اول راجل قال لك ايه بقى؟ قال لك اعمل الحالتين، قال لك اعمل دروب بيم دروب بانل واعمل كولم هيد بالشكل ده كده. ودي بالمناسبه كنا بنشوفها كتير واحنا بنسافر بره، فين؟ في المولات، في الباركينج بتاع العربات، في الكلام ده كده. طب ايه اللي على اليمين ده؟ ايه اللي على الشمال ده؟ اللي على الشمال ده كده انا عندي سقف، اعمل له ريهابيتيشن، اعمل له اعاده تاهيل، اعمل له احمال زادت عندي شويه، سقف في البدروم او سقف المنور ولا حاجه. فالراجل عمل ايه؟ نشف الكفر ده كله، وبعد كده زود سمك السقف ده كده، حب يعمل دروب بانل فحط حديد اضافي من تحت هنا، وبعد ما حط حديد اضافي هيربطه في العمود ازاي؟ قال لك حط سيخ مايله كده. السيخ المايله ديت كانها تعمل ايه بالظبط؟ عشان خاطر لما يقفل الشكل هيبديني الشكل ده كده. ودي الفورمه الخشبيه اللي بيصب حوالين منها، ده عباره عن ايه؟ دروب بانل اهو اهو، اللي هو كان الحديد بتاعه هنا، وبعد كده ايه؟ كولم هيد بالشكل ده كده اهو، ده الحديد بتاعه هنا، ده الشكل المعماري النهائي، ده العمود دروب كولم هيد دروب بانل، وده سقف الفلات سلاب عندي. طب تعالى بقى ايه خطوات تصميم الفلات سلاب. الفلات سلاب بتبع الكود المصري اللي بيقولها لي الخطوات اللي اشتغل عليها، ان العمدان بتبقى على صفوف منتظمه، بتبقى على صفوف ايه؟ منتظمه. طب لو العمدان مش على صفوف منتظمه زي المباني السكنيه بتاعتنا، يبقى هنضطر نحلها بالايه؟ بالملف الايتاب. طب تعالى نشوف الكود المصري بيقول لنا ايه. بيقول لي الخطوات بتاعتي سواء عمدان منتظمة أو مش منتظمة،
الخطوات العامة في أي فلات سلاب في الدنيا، بتقول الامبريكال دايمنشن، لا آسف معلش، هنا بالذات الخطوات دي هتتبع في الكود المصري، اللي هي ايه بقى؟ لما يكون العمدان على صفوف واحدة وعلى ايه؟ صفوف واحدة في اتجاهين اكس وواي، خطوات امبريكال دايمنشن، وبعد كده بجيب الشرايح لونج شورت او لونج ستريب بتاعت ايه هقولها لك دلوقتي، وبعد كده بجيب الاحمال، بجيب السترينج اكشن، وبعد كده بجيب المومنت على كل الشريحة في الاتجاه الطويل والاتجاه القصير، وبعد ما اجيب المومنت اعمل ايه؟ اجيب التسليح، وبعد كده بعمل حاجه اسمها تشيك بانشنج، وده اخطر حاجه في الست خطوات دي او الثمان خطوات دي. وبالمناسبه التشيك بانشنج ما بترتبطش على سواء انت شغال بالكود المصري او شغال عيال العمدان على صفوف واحده او العمدان مختلفه زي اللي عندنا في البيوت. طبعا عندنا في البيوت العمدان مش على صفوف مختلفه، لا مش على صفوف واحده، تمام؟ فبالتالي برضو لوك ما اقدرش اشتغل بالكود المصري زي ما احنا قلنا الخطوات دي كلها، بس التشيك بانشنج لازم تشتغل بيه سواء كده او كده، التشيك بانشنج بيشتغل معاك في الحالتين. وبعد كده بترسم تفاصيل التسليح. التشيك بانشنج ده مهم جدا 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 يا جماعة، ولازم اعمله مانوال، ولازم اشتغل بيه مانوال بغض النظر بقى العمدان على صفوف واحدة مش على صفوف واحدة، هو التشيك بانشنج في الحالتين ايه؟ واحد. طيب تعال بقى اول حاجه نشوف الامبريكال دايمنشن. لو انا عندي ده السقف ده كده وعندي ده العمود، وهعمل حاله العامه اللي هي ايه في دروب بانل بالشكل ده كده، فبص ايه الخطوات اللي عندي. سمك السقف بيقول لي ايه؟ سمك السقف بيتساوي الطول الطويل ال لونج على 32. انا ليه كتبت هنا؟ هو الكود بيقول لي ال لونج على 32 لما يكون ما عندكش ايه دروب بانل، او ال لونج على 36 لما يكون في دروب بانل. فطبعا لما يكون في دروب بانل فالحته ديت هتبقى قويه شويه، فسمك السقف ممكن تقلله لان الحته اللي انت خايف منها حطيت لها دروب بانل، فبالتالي يجوز لك انك تصرف في سمك السقف شويه، فعشان خاطر كده كبر لك المقام ل 36. طب انا مش فاكر، انا خايف، انا نسيت 36 ولا 32؟ خد اللي يضمن لك سقف حلو فقسمت على 32 اللي هو البعد الاصغر. طيب انا ممكن اشتغل الاثنين سواء with drop panel او without drop panel، واجيب الطول الطويل اقسمه على 32 وانا همشيها لك عادي. الكود بيقول لي التي اس ما تقلش عن كام؟ عن 150 ملم 15 سم، وانا بقول لك ان خد الفلات سلاب ما تقلش عن 20 سم. ده السوق ماشي معانا كده. طب ده كده سمك السقف اهو. طيب تعالى بقى بالنسبه لعرض العمود، وعرض العمود يقول لك عشان نبقى واضحين مع بعض ما يقلش عن الاتي، ما يقلش عن يا 300 ملم يا اتش على 15. اتش دي اللي هي ايه؟ اللي هو ارتفاع الدور كله. اتش على 15 يا الطول الطويل مقسوما على ايه؟ على 20. واحنا طول عمرنا سواء في المباني السكنيه ما بتقلش عن كام؟ في الغالب عن 300 ايه؟ على 30 سم. مفيش حد يستعبطك ويقول لك انا هعمل فاد سلاب وعرض العمود كام؟ 25. لا، كود بيقول لك مينيمم بتاعك حاجه الايه؟ الاكبر في الثلاثه دول، تاخد الكبير يا 300 ملم يا اتش على 15 يا الطول الطويل على كام؟ على 20. طيب طب لو انا هستخدم بقى دروب بانل، هستخدم دروب بانل، بص كده معايا، لو هستخدم دروب بانل السقوط بتاع الدروب بانل ده الشفه الصغيره ده هي كام؟ قال لك ديت ربع التي اس. طب التي اس دي كلها من هنا لحد هنا، الدروب بانل بقى بتبقى كام؟ بتبقى حوالي ربع التي اس. طيب طب لو انا هستخدم مارجنال بيم، ايه المارجنال بيم دي يا جماعه؟ الفلات سلاب عارفين احنا بنسموها حدود الجار بتاعنا، لو انت على البيت بتاعنا كده في جار على الشمال وجار على اليمين، واخد بالك؟ فبالتالي الجار ده كده في عمدان طرفي، يفضل بقى ان انت تعمل كمر يحزم لك العمدان الطرفيه ديت، دي بيسموها مارجنال بيم. طب الكمر ده سقوطه كام؟ قال لك سقوطه ما قلش عن 3 اضعاف سمك السقف. لو السقف سمكه 20 سم يبقى السمك المارجنال بيم كام؟ اللي هي محوطه الفلات سلاب من خارج حوالي 60 سم. طيب بالنسبه للدروب بانل يا جماعه اللي احنا اتكلمنا عنه، انت قلت لي السقوط بتاعها ربع تي اس، طب طولها كام؟ قال لك طولها بيساوي اس. اس ديت اللي هي ايه؟ اللي هي نص الطول القصير في الفلات سلاب، اللي هو المسافه بين العمود للعمود القصيره باخد نصها، يبقى ده كده ايه؟ الدروب بانل. وفي دروب بانل بالمناسبه مربعه، يعني ديت اس والطول اللي داخل فيها كام اس. بعد كده بعمل بقى ايه؟ نظام ايه؟ شرايح. انا عندي شرايح العمود بالشكل ده كده اهو، وشرايح الايه؟ البيضه ديت شرايح الايه؟ الفيلد ستريب. طيب طبعا اي تسليح هيمشي تسليح راسي بالشكل ده كده وتسليح افقي، يعني انا عشان احط التسليح بتاعي لازم يبقى تسليح في الاتجاهين،
فنخلص من كده ايه، نخلص ان انت عندك شرايح في الاتجاهين، شرايح في الاتجاه الرأسي وشرايح في الاتجاه الافقي. اللي انا مهشره ده كده، دي شريحة بتمر بالزوم بتاعت العمود، يعني دي شريحة بيسموها الكولم ستريب، ودي اسمها الكولم ستريب. طب الكولم ستريب دي عرضها كام؟ الكولم ستريب عرضها اللي شرطه على 2. طيب والكولم ستريب برضو اللي شرطه على 2. طب الجزء اللي بره ده بيساوي كام يا ريس؟ هيساوي نص اللي شرطه على 2، يعني بيساوي كام اللي شرطه على 4. طيب ما بين الكولم ستريب والكولم ستريب ده اسمها شريحة المجال، اسمها فيلد ستريب، بتساوي كام؟ والله طالما ده اللي شرطه على 2 ودي اللي شرطه على 2، يبقى الباقي هتبقى كام برضو اللي شرطه على 2. ده كلام سليم. والفيلد ستريب هنا كام اللي شرطه على 2؟ يبقى عشان اختصر الموضوع، ان دلوقتي لو انا برسم الشرايح، خد بالك من الجمل اللي انا هقولها دي، موازيه للطول الطويل. انا عندي الفرد سلاب ديت 7 في 6، 7 في كام؟ في 6، ادي 6 متر اهي، تمام، في 7، 6 متر اللي هو الباكيه للباكيه، 6 متر الباكيه الواحده 6، و7 متر الطول الطويل اهو بالشكل ده كده اهو. يبقى الطول القصير 6 والطول الطويل 7. انا باخد الشرايح الموازيه للطول الطويل او العموديه على الطول القصير. الشرايح دي كده الطول، الكولم ستريب والفيلد ستريب، الاثنين بيساوي بعض بيساوي كام اللي شرطه على 2. يعني انا جدلا مثلا الحته دي 6، يبقى الكولم ستريب كام؟ 3. والكولم ستريب ده كام؟ 3. والكولم ستريب الطرفيه 1.5 ودي 1.5. طب يتبقى لي هنا كام؟ 3 برضو. طب تعالى بقى نشوف، انا لو واخد الشرايح موازيه للطول القصير في الحاله ديت، الكولم ستريب ده والكولم ستريب هيبقى كام؟ قال لك الكود بيقول لك برضه اللي شرطه على 2. قال لك يعني استفاد من هنا ان عرض الكولم ستريب في الاتجاهين 1 بالشكل ده كده، كولم ستريب في الاتجاهين عرضها 1. طب تعالى بقى للفيلد ستريب، هنا الفيلد ستريب كانت ال شرطه على 2، طب هنا برضو ال شرطه على 2. طب تعالى كده نشوف، انت خدت الكولم ستريب ال شرطه على 2 ودي ال شرطه على 2، طب الباقي ده هتبقى كام؟ ال شرطه على 2؟ لا غلط، هيساوي كام يا ريس؟ قال لك الفيلد ستريب بيساوي الطول الطويل ال لونج ناقص ال شرطه على كام؟ ال شرطه على 2. يبقى ديت عرض شريحه المجال لما يكون المجال موازي للطول القصير او عمودي على الطول ايه الطويل. يبقى انا ما عنديش غير رقمين اتنين بس، الكولم ستريب والكولم ستريب متساوي في الحالتين اللي هو ال شرطه على 2، والفيلد ستريب اهو الموازيه للطول الطويل عرضها ال شرطه على 2 برضو. طب ايه ال ال لونج ناقص ال شرطه على 2 ديت اللي هي بتاعت الفيلد ستريب؟ قال لك لما يكون الفيلد ستريب اللي انت واخدها دي كده اهو عموديه على الطول الطويل او موازيه للطول القصير. طب اسالك سؤال دلوقتي وهمشي، لما يكون الطول الطويل والطول القصير الاثنين قد بعض في الحاله ديت، يبقى عرض كل الشرايح كام؟ هيبقى العرض ثابت عندي 3 متر. المهم في ده كله لازم اكون عارف ايه اتجاه الشرايح فين اللي انا مقطعها وعرض ايه الشرايح بتاعتي. طب تعالى بقى نجيب الخطوات. طبعا اي خطوه لما بصمم بجيب ايه تفاصيل الحمل بتاعي. واحد يجي يقول لي ايه، او انا بسأل دلوقتي انا بالنسبه للبلاطه، هل الحمل كيلو نيوتن على متر مسطح ولا على متر الطول على المركز؟ احنا خدنا طول عمرنا، طالما انا بجيب الحمل على البلاطه يبقى الحمل لازم يكون ايه على المتر المسطح. طيب يبقى انا قلت لك اهو التيميت لوز اكتن اوفر اريا اوف 1 متر في 1 متر، 1 متر ايه مسطح. طيب تعالى كده نجيب اللود، اللود عباره عن ايه؟ 1.4 في الديد لود زائد 1.6 في اللايف لود. طب 1.4 الديد لود عباره عن ايه؟ عباره عن اون وود بتاع السلاب زائد الدروب بانل زائد الفلورن كفر زائد القواطيع اللي هي الحوائط، بيقولوا عليها القواطيع يعني. الحوائط زائد 1.6 في اللايف لود. الناتج ده كله لازم واحد قياس كام؟ كيلو نيوتن على متر مربع. طب تعالى كده نشوف يا ريس. بالنسبه للاون وود اوف سلاب وزن البلاط جامو كتريت في التي اس. طب بالنسبة لوزن الحوائط زي ما خدناه في البانل دي بي عبارة عن ايه؟ عبارة عن كثافة الحيطة في 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 ارتفاعها في سمك الحيطة في مجموع الأطوال مقسومة على الكام؟ اريا اوف فلات سلاب كلها بالكامل، مش الستة في سبعة، لا
ده المساحة كلها، أنا عندي 3 باكيات 6 متر و3 باكيات 7 متر، يبقى 3 في 6 في 18 متر و3 في 7 في 21، يبقى بجيب الأطوال دي كلها بالكامل في العرض في الارتفاع في الكثافة وأقسمها على كام؟ اريا في فلات سلاب 6 في 7، لا غلط، في 18 في 21. طيب يبقى أنا كده خدت الأون ويت وخدت الفلورن وخدت الويت فول. طب الفلورن كفر يا ريس، الفلورن كفر هو كده كده عطهولك في المساله كيلو نيوتن على المتر مربع، احوله لحاجه؟ لا ما تحولوش، لانه اصلا واحد قياس كيلو نيوتن على المتر مربع. طب ويت بتاع الدروب بانل بيساوي كام؟ الويت بتاع الدروب بانل اهو هقول لك القانون على طول، بيساوي جاما كونكريت في ربع التي دي، بيساوي جاما كونكريت في ربع الاي تي دي. جه منين القانون ده كده؟ انا جبت وزن الدروب بانل وسيحتها على الايه؟ على الطول. وزن الدروب بانل بيساوي كام؟ جاما كونكريت في اس في اس المساحه، في التي دي اللي هو العمق، يبقى كثافه في حجم مقسوم على كام؟ والله فرضا جدلا ان الطول الطويل والطول القصير زي بعض، يبقى ال ال شورت وال ال شورت، المفروض كده اقول ال لونج وال ال شورت. طب لما يكون ال ال شورت وال ال شورت الاثنين زي بعض اعمل ايه؟ تعال نعوض كده، مش انت بتقول الاس بتساوي ال شورت على 2، يبقى شيل اس وحط ال شورت على 2 وال شورت على 2، وتحت حط ال شورت وال شورت، هتبص لها في الاخر كل تر مع بعضه يبقى لك جاما كونكريت في تي دي على 4. طب الكلام من النهايه بقى بيقول ايه؟ الكلام من النهايه اهو 1 و4 مضروبه في جاما كونكريت في افتح قوس التي اس بتاع الفلات السوليد بتاعت السلاب اهي، والدروب بانل خدتها بربع لان الناتج الاخير اهو، يبقى ربع الدروب بانل زائد الفرن كفر تنزل زي ما هي زي ما معطى في المسألة، زائد وزن الأواطيع مقسومة على المساحة الكلية بتاعت فات سلاب اللي هي في مسألتنا مثلا 18 في 21 ووزنها زي ما خدنا في البانل دي، زائد 1.6 في كام في اللايف لود؟ اللايف لود أضربه في حاجة؟ لأ سيبه زي ما هو، هتحط اللايف لود زي ما هو وتضربه في 1.6، يبقى ده كده دبليو اس التمت. طب تعال هنا بقى، أنا عايز أجيب إيه؟ الام نوت. الام نوت دي بعمل بيها ايه؟ هقول لك دلوقتي بعمل بيها ايه. طب ام نوت دي كده انا عندي في عندي عزم في اتجاهين، عزم في الاتجاه الطويل وعزم في الاتجاه القصير. تعالى يا سيد الفاضل خد لي شريحه كده اهو طولها ال لونج في ال شورت بالشكل ده كده اهو، وخد نفس التقسيمه دي كده، انا هقول لك القانون بيساوي كام بس هفهمه لك. القانون بيقول لك اهو لو انت واخد الشرايح ستريبس الموازيه للطول الطويل يبقى القانون بيساوي دبليو اس التمت في ال شورت في قوس ال لونج ناقص 2 على 3 دي، كل ده تربيع على 8. جه منين القانون ده يا جماعه؟ تعالى كده، انت خدت المساحه دي كلها كده اللي هي خدت نص ال شورت على الشمال ونص ال شورت على اليمين، ديت ال ال شورت كلها المساحه اللي شايلها العمود ده كده. طب منين لحد هنا كام ال لونج؟ عارف المساحه دي كلها؟ اه. طب تعالى بقى، انا عايز اجيب العزم الوصل من العمود للعمود، عشان تجيب العزم الوصل من العمود للعمود لازم تركز الحمل ايه؟ في المنتصف ده كده. طب اركز الحمل ازاي؟ تضربه في ال شورت، فلما اضربه في ال شورت الحمل تركز كده. طب الحمل ده قيمته كام؟ دبليو اس التمت في ال شورت، ده كلام سليم اللي هو الحته ده دبليو اس التمت في ال شورت. نرجع تاني اهي، طلعت ده من العمود ده كده للعمود ده كده دبليو اس التمت في ال شورت. طب المومنت كان بيساوي كام؟ ابص الاقي بيساوي الوزن في الطول تربيع على 8. طب الوزن اللي هو دبليو اس التمت في ال شورت. طب الطول بكام يا ريس؟ الطول ده بكام؟ قال لك الطول ال لونج تربيع على 8. قال لك والله ما فيش مشكله، بس خد بالك ان انت حاسب ان السنتر لاين هنا للسنتر لاين هنا، طب العمود عرضه مش هتحسبه معاك؟ قال لك اه العمود ده مؤثر معايا جدا يعني. طب تأثر معاك ازاي؟ هيعملك مثلث هنا مثلث الاجهادات بالشكل ده كده اهو اهو. طب الحته دي تركيزها كام؟ تلت الدي، ده تركيز المثلث، وهناك كام؟ تلت الدي بالشكل ده كده اهو، يعني ده تلت الدي وده تلت الدي. طب يبقى من السنتر لاين ده كده ده كده ايه؟ طب السنتر لاين ده ايه اللي جابه هنا؟ لان ده مركز المثلث ده كده، لان في مثلث بيروح للبكه دي ومثلث بيروح للبكه دي، ده توزيع الاجهادات، بحيث في النص يبقى راس الايه؟ الاجهاد الكبير. طيب المثلث ده كده مركزه فين؟ من الحته دي. طب الحته دي سبت من هنا كام؟ تلت الدي، وهناك تلت، يبقى الحته دي كلها كام؟ 2 على 3 دي بالشكل ده كده. يبقى النهايه عندي بتقول كالاتي، دبليو اس التمت في ال شورت في قوس كده
اللي لونج ناقص 2 على 3 دي، اللي لونج ناقص كام؟ 2 على 3 دي. طيب كل ده تربيع مقسوم على كام؟ مقسوم على 8. يبقى من تاني القانون اهو دبل اس التمت. يبقى انا بجيب ايه دلوقتي؟ بجيب الشرايح الموازيه للطول الطويل. الموازيه لمين؟ للطول الطويل. الموازيه لمين كمان مره؟ للطول الطويل. بتساوي كام يا ريس؟ دبل اس التمت في ال شورت في طول تربيع على 8. طب الطول ده هو ال لونج ناقص 2 على 3 دي، كل ده تربيع على 8. طب بالمناسبه الاثنين على 3 دي يا جماعه عشان واضحين مع بعض، المفروض ان انا هنا الرياكشن بتاع اللي يدخل على البلاطه مثلث عكسي. طب المثلث العكسي ساب من هنا كام؟ ساب من هنا تلتين الدي، تلتين الدي، وهناك تلتين الدي. طب لما اجمع 2 على 3 دي زائد 2 على 3 دي يديني كام؟ تلتين الدي. يبقى انا طرحت كام؟ تلتين الدي. طب الحته دي كلها كام يا ريس؟ دي دي. طب انا سايب من هنا تلتين الدي على 2. طب لما اقسم تلتين الدي على 2 من هنا ومن هنا تدي لك في الاخر كام؟ 2 على 3 دي بالشكل ده كده. يبقى من تاني انا كنت بقول دبل اس التيمت في ال شورت مضروبه في ال لونج ناقص 2 على 3 دي تربيع على 8. ده يا جماعه القانون الموازي للطول الطويل. طب قبل ما اقلب الصفحه لو حبيت اقول لك هات لي العزم الموازي للطول القصير، متخيل يبقى شكله عامل ازاي؟ تقوم تقول لي بيساوي ام نوت شورت بيساوي دبليو اس التمت في ال لونج مضروبه في قوس ال شورت ناقص 2 على 3 عرض العمود، كل القوس ده كده تربيع على 8. ده اللي هنشوفه في الشريحه الثانيه اهو. ده اللي الشريحه الثانيه، الشريحه الموازيه لمين؟ للطول القصير بيساوي كام؟ دبليو اس التمت في ال لونج مضروبه في ال شورت ناقص 2 على 3 دي، كل ده تربيع على كام؟ 8. انا كنت ممكن اقول لك ال شورت تربيع على 8 بس لازم اطرح منه ايه؟ 2 على 3 دي. طيب بعدين بقى يا ريس انا عايز اجيب العزم. اجيب العزم ازاي؟ بعمل خطوه رقم 5 المومنت ديستريبيوشن بالنسبه للكولوم والفيلد ستريب. انا عندي في كل اتجاه سواء كان اتجاه طويل او اتجاه قصير عندي كولم ستريب وفيلد ايه؟ ستريب. تعال نمسك اتجاه اتجاه. تقوم انت تقول لي بالراحه كده مع بعض شويه الشرح اللي قبل كده، احنا جبنا العزم الموازي للطول القصير، ده كلام سليم. تجي انت رايح جايب شريحه العمود في الطول القصير وشريحه الفيلد المجال في الطول ايه؟ القصير برضه. طب شريحه العمود في الطول القصير اللي هي كولوم ستريب العزم بيساوي كام؟ بيساوي 2 من 10 ام نود. طب ال 2 من 10 ده رقم عارفينه، ام نود بتاع ايه يا ريس؟ الام نود اللي انت جبته قبل كده، اللي انت جبته في اللي فات في الصفحه اللي قبل كده. طيب 3 من 10 ام نود، وده 5 من 10 ام نود، وده بوينت 2 5، وبعد كده بوينت 4 5 ام نود، وبعد كده بوينت 2 5، ودولت الاثنين بيتكرروا معانا. ده بالنسبة للكولم ايه؟ الستريب. طيب طب بالنسبة للفيلد ستريب نفس القصة، بتضرب رقم في الام نوت، رقم في الام نوت، 1 من 10 2 من 10 2 من 10 بنت 1 5 بنت 1 5 بنت 1 5 وهكذا. ديت البندنج مومنت للفيلد ستريب، وده البندنج مومنت لايه؟ للكولم ستريب. يعني انا اعمل ايه دلوقتي؟ قال لك يا سيدي الفاضل مش احنا قلنا في اول مسألة خالص ان انت عندك تسليح في اتجاهين؟ اه تسليح في اتجاهين. هتيجي واخد الاتجاه الطويل، الاتجاه الطويل بص كده على الشريحه الثالثه، انت جايب له كولم ستريب وجايب له فيلد ستريب. بالنسبه للكولم ستريب الاتجاه الطويل هقول يبقى 2 من 10 في ام نوت لونج، ودي 3 من 10 ام نوت لونج، ودي 5 من 10 ام نوت لونج، وجبت العزم ده كله للكولم ستريب للاتجاه الطويل. طب تعالى بقى للفيلد ستريب هقول ايه؟ هقول بوينت 1 من 10 ام نوت لونج، 2 من 10 ام نوت لونج اهو. يبقى انا كده جبت العزم للكولم ستريب والفيلد ستريب للتسليح اللي هيمشي في الاتجاه الطويل. طب والاتجاه القصير هتسيبه فاضي؟ لا مش هتسيبه فاضي، هتعمل ايه؟ تيجي واخد العزم بتاع الاتجاه القصير اللي هو كانت ام نوت شورت اللي هو احنا حسبناها في الشريحه اللي فاتت، واعمل فيه ايه؟ اجيب منه الكولم ستريب واجيب منه الفيلد ستريب. اجي واخد صفحة تانية بقى 2 من 10 في ام نوت شورت و3 من 10 في ام نوت شورت و5 من 10 ام نوت شورت، واجي راسم العزم ده كده. ده بالنسبة للكولم ستريب. طب وده
اجيب العزم بالنسبه للفيلد ستريب ازاي؟ اجي واخد كل القيمه واضربها في الفيلد ستريب. بالشكل ده كده. طيب القيمتين دول بتوع ايه يا ريس؟ ده الكولوم ستريب والفيلد ستريب، ده لما يكون فيه ايه؟ فيه مارجنال بيم. طب لما يكونش فيه مارجنال بيم استخدم القوانين اللي تحت دي كده اهو، يعني دي وذاوت مارجنال بيم هتعمل نفس الطرق بالظبط، بس تستخدم المعاملات هنا كانت بوينت 2 من 10 بقت في المارجنال بيم، بقت وذاوت مارجنال بيم بقت بكام؟ بوينت 2 5. يبقى انت تتاكد من راس السؤال كويس، لو هتستخدم مارجنال بيم يبقى تستخدم المعاملات ده، طب وذاوت مارجنال بيم يبقى تستخدم ايه؟ المعاملات ديت. وبعدين بقى اعمل ايه بقى؟ خلاص يا سيدي، تعالى بقى لكل شريحه هقول مثلا الكولم ستريب. كولم ستريب اهو في تسليح سالب وتسليح موجب، اجي واخد التسليح النيجاتيف مومنت واقول ام التيمت ديزاين. الام التيمت بقى اقسمها على العرض بتاع الكولم ستريب، يعني عرض الكولم ستريب بقى بكام؟ بقى ب3، قاسم على 3 عشان العزم اللي يطلع لي يطلع لي على المتر الطولي، فبالتالي التسليح اللي يطلع لي هنا اهو يطلع لي على المتر الطولي. يعني انت العزم اللي انت جبته اللي هو ام ايه التيمت عند كل، فاكر العزم ده كده مش هنا كان 2 من 10 وده مش عارف كام وده كام وده كام، هتاخد العزم الكبير وتريح نفسك. العزم الكبير ده تقسمه على عرض الكولوم ستريب اللي انت جايبها من الاول اللي هي مثلا في مسالتنا دي بكام؟ ب 3 متر. يبقى الام التيمت وليكن ب 90، قسمها على 3 بقت بكام؟ ب 30، وكمل تصميم عادي. الدي بتساوي تي اس ناقص 20، والدي من السي 1 جي كيرف، جبت السي 1 واجيب الجي وبعد كده اجيب اريا ستيل. طب اريا ستيل داش اللي هو الحديد العلوي اهو بتاع الكمبريشن بيساوي كام؟ 2 من 10 من قيمه الاريا ستيل. طب بالنسبه ده للنيجاتيف مومنت اللي هو التسليح اللي فوق، طب التسليح اللي تحت نفس القصه بالظبط اهو، هتعمل ايه؟ هتجيب اقصى عزم ام التيمت وتقسمه على ايه؟ على عرض ايه؟ الكولوم ستريب. يديلك بقى تشتغل بقى ايه خطوه خطوه، دي 5 16 دي 5 16 مثلا، دي 8 16 5 16 وهكذا، حط تسليح على كل نقطه. طب بالنسبه للفيلد ستريب هي مش هتكلم فيها حاجه، هي بالظبط. تجيب العزم الام التيمت بتاع الفيلد ستريب وتقسمه على ايه؟ معلش ديت هتبقى نعدل دي الويث اوف فيلد ستريب، نعدل ديت يا جماعه في الكتاب وهنا ويث اوف ايه فيلد ستريب، لان انت شغال فيلد ستريب بالشكل ده كده اهو، ويث اوف فيلد ستريب، وتجيب الدي تي اس ناقص 20، وتجيب السي 1 جي كيرف، وتجيب اريا ستيل، وبعد كده تحط بقى ايه التسليح تحته فوق بالشكل ده كده اهو، ده التسليح بتاعي. تمام، الكلام ده كله هعمله للطول الطويل واعمله لايه؟ للطول القصير. اتمنى ان شاء الله يعني ربنا، يعني ندعي كده دعوه صافيه كده ان شاء الله من قلوبنا، وربنا يزيل علينا الغمه دي ان شاء الله ويحمي بلادنا من كل الامراض يا رب، يا رب يحمينا يا رب من كل الامراض ويسترها معانا يا رب ان شاء الله. وانا خدام حضراتكم يا جماعه، في اي حاجه تعوزوها مني اي حاجه تواصل معايا على طول، تحت امر حضراتكم وبالتوفيق ان شاء الله.